عايزين نعرف من حضرتك دور التعليم في مصر القادمة دور التعليم في مصر في الأيام دي بايظ بايظ تماما. بقول التعليم يكاد يكون منتهي، مفيش تعليم في مصر. المرحلة القادمة احنا لازم نبص للتعليم كويس قوي عشان نخلق جيل محترم زي الجيل اللي اتخلق اللي هم مواليد الخمسينات والستينات. انا بعتبرهم دول اخر الاجيال الجميلة اللي في مصر بصراحة، يعني الناس كلها مع احترامي ليها، بس دول الجيلين بالذات اللي رضعوا حب مصر وتراب مصر وايه هي الوطنية وايه هو الجيش وايه هي الدولة بشكل عام، مصر بشكل عام. تأثير دور الفن او السينما المصرية مجال التربية، احنا لينا دور كبير جدا جدا جدا. المجال الفني ليه دور كبير جدا جدا في تربية الناشئ ده على فكرة يعني، بس احنا للأسف الشديد المنتج عاوز يكسب وعاوز يرجع فلوسه، وانت بتشتغل انا واحد من الناس بشتغل يمكن بعمل دور انا يمكن مش راضي عنه بس لازم اعمله عشان لازم اشتغل عشان اعيش. بس الفن بوجه عام انا بعتبر الفن ما هوش حاجة فن او حاجة بضحك بيها الناس او ببكي بيها الناس، لا انا بعتبر الفن رسالة موجهة لكل اطياف الشعب. يعني حضرتك على قدرة شركات الانتاج حاليا مش زي الاول اللي كان شركات الانتاج تبقى معروفة، هي شركات الانتاج دي بتعمل رسالة معينة او قصة من ارض الواقع. فهل حضرتك على قدرة الجمعيات السينمائية وشركات الانتاج اللي هي مش معروفة هي مين؟ هو دلوقتي كل واحد معاه مبلغ بسيط بيقدر ينتج فيلم، وممكن 3-4 نفر يشتركوا ويعملوا فيلم، والفيلم لا بيطلع بالمستوى اللائق ولا بيتعرض وبينام في الادراج في المكاتب وما بيشتغلش ولا بيتعرض ولا اي حاجه. واكم افلام واكم شركات طالعه جديد وانتجت افلام واسترخصوا والافلام دي معموله في شرايط ومرميه في الادراج. ما هي ديت المشكله اللي احنا واقعين فيها، لكن احنا عندنا شركات كتير جدا كبيره ومحترمه، وما يعني مش هقدر اذكر لك طبعا اساميها بشكل عام، بس احنا عندنا شركات كبيره ومحترمه وبتعمل شغل حلو وما فيش فيه اي مشاكل. بس هي المشكله او الظاهره اللي احنا فيها النهارده ان كل واحد جمع له يعني يمكن 500,000-600,000 جنيه ولك عايز اعمل فيلم ومجموعه شباب جديده ومش عارف ايه وعمل الفيلم، ولما تيجي تسوق الفيلم ما فيش فيه نجوم، ما فيش فيه ده قصه مثلا مش مظبوطه فبيقع. تاريخ حضرتك على وجود بعض المشاهد الخارجه او الالفاظ الخارجه في اعمال مسلسلات زي صوت كاميرا رمضان 2014 او في الاعمال السينمائيه، شايف ده يعني يمكن المسلسل بيدخل كل من مصر غير السينما، فشايف ده واقع لازم يتنفذ كما هو؟ هو مش لازم، انا هو مش لازم، انا ممكن اعبر عن حاله معينه من خلال الكاميرا، بعبر عن حاله معينه ممكن تعبر باللي انت عايز تعمله. الكاميرا دي بتتكلم، الكاميرا بتتكلم مش بتنقل صورة وبس، مش لازم يقول لفظ جارح، مش لازم يحصل شيء مش مظبوط قدام المشاهد، لان ما تنساش انت بتخاطب ناس كبيرة وناس صغيرة واطفال وشباب يعني متوسط اعمارهم مثلا 17-20-22 سنة، كل دوت انت بتخاطبه فانت مسؤول عنه. انا بقول للشباب كلهم يعني حوالهم زي القادة العسكريين ما بيقولوا اتمسك بكل قطعة ارض انت واقف عليها، حب مصر قوي قوي قوي. لان انا واحد من الناس بقول لهم وبقول لهم نصيحة، انا لفيت 26 سنة لفيت العالم واللي فيه، ما فيش حارة في العالم ما رحتهاش، بس بأمانة بقولها لك بعد تراب انا اول حاجة عملتها بعد غيبة 15 سنة جيت مينا نويبع سنة 86، كنت انا غايب بقالي 15 سنة. اول ما نزلت من المركب انا بصت الرصيف بتاع المينا بمعنى الكلمة، كان لسه من نويبع دي لسه عبارة عن هنجر حديد كده وما فيش يعني هو رصيف اي كلام، وده مش زي النهاردة بأمانة بقولها. انا لفيت الدنيا واللي فيها زي تراب مصر انسى بأمانة بقولها. مشروع تنمية قناة السويس ده كان لازم يحصل، كان لازم يحصل ولازم يحصل بفلوسنا احنا المصريين، دي ما فيش فيه جدال. بقول له يا ريس الفترة القادمة بص للتعليم، انا واحد من الناس بقول له بص للتعليم، والتعليم هيخلق رجالة محترمة، يعني هيخلق رجالة محترمة، والرجالة المحترمة دي هتبص للبلد كويس قوي،
وهيجي حد يمسك مثلا سي الصحه هيهتم بيها وهو معاه مجموعه جميله مش وحشه برضه، بس هم يعني شاطرين بيغزلوا باردون في التعبير يعني، وهم ما معهمش امكانيات بيغزلوا، فده شيء ممتاز يعني، هم بيحاولوا يقدموا اللي معاه. هقول لهم برضو حبوا بلدكم قوي 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 قوي، ادوها على قد ما تقدروا، واهتموا بكل شيء فيها، والعلم اللي انتوا يعني اتخرجتوا منه النهارده علموه ودرسوه وفهموه لاخواتكم الصغيرين ولاهلكم والى اخره. اهلا بيكم، انا بشكرك وبشكر يقين، وبتمنى لها دايما النجاح والتفوق دايما.